أصالة جميلة، كان في الفترة دي بس معها زوجها الأسبق الأسبق أيمن الذهبي، كان في عادي مع أغنية تصور مع أغنية ضميرك ساحل، خدوا تصور وخدوا ضميرك ساحل، وبعدين عادي بعد كده بقت في ألبوم تاني. بس هي قالت لي حاجة وأنا أحييها على دي جدا، قالت لي أنا عايزة أوفرتير يعني بداية، يعني كان عاملها تصور بحبك بدايتها كده، قالت لي انا عايزه حاجه امهد بيها عشان اخش على، فروحت الرضا امير الله يرحمه الشاعر، قلت له عايزين نكتب كذا كذا، فقعدنا نطبخ في الاوفرتير ده اللي هو غريبه ليالي مش عارف ايه، طبعا كان منطقي جدا وقد كان.